أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله مستبشرين ويستبشرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. لماذا هذا الاحتفاء بدماء الشهداء؟ ما هي القيمة الفعلية لهذا الإحياء؟ الشهادة مشروع استنهار في مواجهة استرداد الأنظمة. هذا المشروع يمثل صرخة التحدي والمواجهة واستنفارا لفورة الغضب ضد سياسات القهر والعبث والطغيان والظلم. الشهادة مشروع يناقض مشروعات الهيمنة والتسلط والقهر والاستبداد. الشهداء هم الذين يصنعون طريق المستقبل للأمة، يصنعون كرامتها، يصنعون قوتها، يصنعون شموخها وعنفوانها ومجدها. الشهداء باعوا أنفسهم لله، أعطوا كل كيانهم لله سبحانه وتعالى، تحرروا من الارتباط بالأرض، من زخارفها، من زبرجها، من شهواتها، من أهوائها. تحرروا من الارتباط بها وعانقوا الموت الواعي ليعيشوا الخلد الدائم. الشهداء اختصروا الطريق إلى الجنة، فنحن المساكين الذين ينبغي أن نبكي على أنفسنا لا أن نبكي على الشهداء. ما هي مسؤوليتنا اتجاه دماء الشهداء؟ حفظ دماء الشهداء يكون لحفظ طريق الثمار والنتائج. لماذا خرجت الثورة؟ ما هو شعار الثورة؟ الدماء سقطت لماذا؟ أليس هذه الدماء سقطت من أجل شعار الثورة؟ أو أن هناك شعار آخر للثورة سقطوا من أجله؟ إذن ينبغي أن نحفظ الطريق للوصول إلى الثمار ونتائج هذه الثورة التي قدموا ما قدموه للحصول عليها. فحفظ هذه النتائج وطريق هذه النتائج هو حفظ لهذه الدماء إن أردنا أن نحفظها. أولا، يجب أن نركز الجهود من أجل أن يبقى الشهداء
في ذاكرة الوطن وأجيال الوطن، من خلال نشر صورهم، من خلال إحياء ذكراهم، ومن خلال الكتابة عنهم والتذكير الدائم بمواقفهم الأفولية. ثانياً، ينبغي العمل على أن يبقى الشهداء في وجدان الأمة، في وجدان الأجيال، أن نزرع في وجدانهم حب الشهداء، حب طريق الشهداء والشهادة، الانصهار الوجداني مع حركتهم، مع عشقهم للشهادة، نعظم مواقفهم ونبرز حقيقة مواقفهم، لا أن نخفي حقيقة مواقفهم، ونقول بأنهم سقطوا من أجل تلك الأهداف السطحية والأهداف الفرعية الشكلية الصورية. ثالثاً، أن نتحرك بكل إيماننا أن يبقى الشهداء في وعي الأجيال، في وعي الأجيال. لا يكفي أن يبقى الشهداء في ذاكرة الوطن وفي ذاكرة الأجيال وفي وجدان الأجيال وعواطف الأجيال، لا، بل لا بد أن يتحولوا إلى مشروع فكري ثقافي متحرك يصوغ فكر ووعي الأجيال القادمة. فبالأمس الذي قاد إلى فتح الدوار ميدان الشهداء الشهيد عبد الغفور حميد، ينبغي أن نزرع مثله عشرات الشهداء الذين يتقدموا الساحات. فإذا قالت لهم الأحزاب تحركوا إلى جهة أخرى، يقول نحن سنفتح الميدان بدمائنا. هكذا هو وعد فريق الشهداء. الشهداء مدرسة تربية عالية صادقة مع الله سبحانه وتعالى، منهج عمل يحمل قيم ومبادئ ومثل عليا عليا عليا، لا يعبأ بقوة السلاح، لا يعبأ بقوة الجيش، لا يعبأ بقوة السلطة والقهر والسلطان، بل يكسر خلف السجان، يحيي الثورة مجددا في داخل السجون والمعتقلات. لو كان هذا الشعب حيا لثار مجددا عندما خرج الإخوة الأعزاء وهم في سجونهم وهم تحت صياط الجلابين، انتفضوا من أجل كرامتهم وعزتهم، ونحن في الخارج أحرار يتحركون مجموعة من الشباب هنا وهناك، فقط حولنا الثورة إلى مجموعة من الاحتجاجات هنا وهناك يقودها مجموعة من الشباب الذين يتكلم البعض عنهم لأنهم صغار وهم كبار في عين الله سبحانه وتعالى. رابعاً، أن نحرك الوسائل والسبل للإصرار على أن يبقى الشهداء في حركة الأجيال، أن تتمثل الأجيال سلوكاً وعملاً وممارسة والتزاماً بخط الشهداء. خامساً، الإصرار على أن يبقى الشهداء في جهاد الأجيال وفي حركة متواصلة لجهاد الأجيال، أن تبعث هذه الدماء، دماء الشهداء فينا وفي كل الأجيال، روح الجهاد والعطاء والتضحية والشهادة والإقدام. فالقيمة، كل القيمة لدماء الشهداء حينما تصر على البقاء في الذاكرة، حينما تتحول هذه الدماء فكرا تغذي به وعي الأجيال، حينما تتحول هذه الدماء نبضا يخفق في وجدان الأجيال،
وحينما تتحول هذه الدماء عطاءً مستمراً فيترسمه جهاد الأجيال.